إذا متابعي ومتابعات قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا عبر هذا البث المباشر هنا من مدينة آسافيو، بالضبط من حي الزهور، من أمام المركز سوسيو رياضي للقرب. كنقول لكم أسعد الله مساءكم وجمعة مباركة. إذا ملف جديد يطرح على الطاولة، ربط بنا اتصال واحد من الفاعلين الجمعويين هنا بمدينة آسفي. نخلي لك الكلمة فاش نتعرف فيها على راسك، وغيعطي مجموعة ديال المعطيات. هاد المعطيات بطبيعة الحال اللي غيذكر الأستاذ كنتمناو بطريقة جدية أنه يكون فتح تحقيق للمستوى المركزي والمستوى المحلي بخصوص هاد المعطيات اللي يعطيها الأستاذ هذا، حيث إلا تبت هاد الهضره اللي كيقول هاد الأستاذ هذه حقيقية، فربما وجبت محاسبة كل ولجميع الناس اللي عندهم علاقة من قريب أو من بعيد. السلام عليكم. السلام عليكم. قرب عندك الميكرو سيدي. أولا كنشكر سي طه على الاستجابة. قرب من الاستجابة. عموما أنا من ساكنة حي الزهور آسفي. واحد مؤسسة كانت تسنى سيدنا من بين المؤسسات في آسفي، والناس استبشرت خيرا بهذه المؤسسة وداك الشيء. هذا المركز هذا شنو فيه؟ المركز فيه تقريبا فيه أنشطة كاملة، كاين السباحة، كاين التكواندو، كاين الكاراتيه، كاين البوكس، كاين أنشطة تقريبا كثيرة. كاين حتى الكرة. كاين الكرة، كاين تقريبا كل شيء في جميع الأنشطة. هاد الأنشطة هادو مؤدى عنها ولا بشكل مجاني؟ في الأول في هاد المركز ملي الله كانت تسن الوزارة كانت مؤدى عنده، كتخلص حاجة رمزية ثمن مزيان كتخلصو كتدخل تستافد. بحال تقريبا بحال الوليدات الصغار مثلا التيكواندو 25 درهم في الشهر. في الشهر تقريبا. بالنسبه للكره حيت حنا عارفين كيتكرى التيران ديالها، كيتكرى في كل ماتش ناس كيخلصوه باش يلعبوا. هذه انا متاكد فيها، انا حيت انا حضرت عندنا شحال من مره كيتخلص التيران ديال الكره. التيران ما تابعش ولما تابع البلديه تقريبا، تابع البلديه. التيران تتخلصوا فيه فهمتيني، كيتخلصوا فيه. اذا هذا موضوع اخر حول الملاعب ديال القرب هنا بمدينه آسفي، والواجبات اللي كتستخلص من ملاعب القرب هنا بمدينه آسفي، وحول الجهه المجهوله. كنعاود ناكد بان جهه مجهوله من تستفيد من هذه المداخل ديال التيرانات، ولنا عوده في هذا الموضوع هذا، حيت سبق ان قناه شوف تي في تيراتو وجمعنا على هذا الموضوع، ولكن باقي غيتبدلوا لنا معطيات اخرى ان شاء الله وغنرجعوا. حيت لا يعقل ان التيرانات المداخل ديالها فاش كتجي كتشوفوا في المجلس البلدي في الميزانيه ديالها، كتلقى المداخل ديال التيرانات اللي كاينين هنا في اسيو كيتجاوزوش واحد المبلغ اللي كيدخلوا، ما كيلبيش تم لعب واحد لمده واحد الشهر ولا شهرين. ملعب واحد من هاد الملاعب اللي كاينين هنا في مدينه اسي اللي كيبدا التيران الكرا ديالو من 5 دراهم للفرد من اللاعبين الواحد، 5 دراهم كيمشيو حتى ل 20 حتى ل 25 درهم في بعض الملاعب، ونجهلوا بطبيعه الحال المصير ديال هذوك الاموال فين كيمشيو. تفضل استاذ كمل لنا. اليوم هاد المركز قرب عندك الميكرو عافاك باش نسمع. المركز ملي تسن كنشوف واحد الشخص اللي ما عنده حتى صفه قانونيه هو اللي تيسير هذا المركز، ما عنده حتى شي علاقه بهذا المركز ولا تكوين ولا حتى شي حاجه. هذا السيد تيستخلص كل الواجبات والمسائل داكشي. المهم من بعد واحد المده وزاره الشباب والرياضه دارت واحد مرسوم وزاري مجانيه ملاعب القرب 2018، ملاعب القرب والمركز والمسائل داكشي. الاخطر من ذلك حنا سي معايا، اللي اخطر من ذلك هو واحد الشخص واللي كان طالب في التحقيق من الجهات المسؤوله، من لا من النيابه العامه ولا من الوزاره ولا من السلطات المحليه. الشخص هذا الشخص اللي قلت في الاول اشنا هو ذا مشى اسس نادي بدون علم السلطات المحليه. كيفاش دار لها؟ هذا السيد غير جمع واحد، دار واحد الورقه وجمع السميه والكنيه ديال الاشخاص وقلب على واحد الكاشني، حنا ما عرفناش هذاك الكاشني من جا، ودار به نادي بدون علم السيد القائد. باش عرفتي راه القائد ما معروف؟ لان انا درت ملي طاحت عندي واحد، ملي طاح عندي هذا المكتب انايا اول حاجه خصني كمواطن خصني نبلى. بديت عند السيد القائد السيد الباسا والسيد العام حتى هو راه تلاقينا معاه، قال لي راه غندخل في هذا الخط مشكور. المهم اللي داروا البحث ديالهم هما تقريبا لقاو هذا النادي لا وجود له وبدون علم السلطات المحليه.
والاخطر من ذلك هذا النادي هو ولا تيستخلص مبالغ ماليه لا فرنسا باش دخلت مخارط لا بيسين فابو. ومن بعد كيبقى الخلاص فابور كيتخلص في لاسيرونس. لا لاسيرونس تخلص اللي بيدخل تيخلص. شحال كيخلصوا؟ تقريبا كاينه 300 درهم 200 درهم تقريبا. 13 العام؟ لا 4 حصص 5 حتى 6 حصص. ويلي. فهمتيني؟ وعندك وريتينا كاينين لي روسو ديال هاد الحصص. لي روسي جابوا لي الناس لي روسي جابوا لي الناس بانه هادشي تيدخل بانه هاد كتخلصوا عليه كيخلصوا عليه. واخا هو مجاني. واخا حتى هو مجاني. درو قال الغريب فرام هاد السيد انه هو اللي تتحدى السلطه المحليه تيدير هذا الشيء شنو هو اللي في عقله اللي تيدير كيوصل هذا الشيء يعني كاين شي واحد اللي متستر عليه ما يمكنش واحد يدوض يدير نادي بدون اخبار السلطات المحليه بدون وصل نهائي ما يمكنش يعني كاين شي ناس تيتسرعوا ليه حنا كنطالبوا من النيابه العامه ولا السلطات المحليه ولا الجهات المسؤوله تفتح تحقيق وانا راه عندي الوراق وعندي الوثائق وعندي كل شيء تقريبا مهم هاد السيد تنصب والاخطر من ذلك هاد السيد ولا تيمشي تيدعي الناس بسميت النادي دعا واحد الشخص وقع ليه مشكل سلخ ليه ولده وطردوا ليه ومشى دعاه حيت سجل في الاعلام بسميت هاد النادي اللي اخطر بهاد السيد هاد السيد رفوق القانون وتعاتب هو ما كاينش اللي يحاسبه في هاد المدينه انا كنطالب من الجهات المسؤوله على السيد مسيدنا الله ينصرو لانه هو اللي دشن هاد المركز والسي عبد الطاهر الحموسي والنيابه العامه باش يفتحوا تحقيق لهاد السيد وعندي الادله وعندي ما اكثر من داكشي عندي اوراق مزوره بهذا السيد يزور وشكرا السيد دليتي بهذا الشيء درتي شكايه حاليا كاينه شكايه للنيابه العامه رفعتها في التحقيق تصنتوا لي الناس ديال الامن الناس ديال الامن مشكورين وثانيا راه باقي غيتصنتوا لي هو في هذا الموضوع واحد النقطه ثانيه هذا السيد من اللي عرف بانه هو هاد النادي بانه راه تفضح المسائل يلا مشى اسس نادي حط الاخبار عند السلطه المحليه يلا حطهم يلا حط قبل العيد الكبير وباش كان خدام قبل بنادي مزور وبدون علم الاعضاء ديالو دروك دار نادي بسميت هذاك النادي باعضاء اخرين دار نفس السميه وحاط باش يجبد هاد الوراق ديال ولكن هما غيرجعوا يقلبوا معاه على الوقيته اللي كان حاط فيها هذوك الوراق وعنده مكتب وما عندوش فيه ما سيطا المكتب الاول دار في 2023 المكتب اللي دار دروكا في 2024 باقي ما عندوش الوصل النهائي ماشي التجديد ديال المكتب دار يلا دار التاسيس خبر السلطات المحليه ودفع الوريقات المسائل كيف يعقل زعما ان المندوبيه ديال الشبيبه والرياضه المندوب ديال الشبيبه والرياضه ما فخباروش هادشي باهم ما يمكنش المندوب او المدير ديال هاد المؤسسه ما يكونش اخبارهم هذا الشيء لان المقر ديال هذا النادي في المقر وحنا كنطالبوا من الجهات المسؤوله تفتح تحقيق على سيرتي واحد تيدير نادي بدون علم السلطه راه شيء خطير راه هذا يبيع البلاد هذا راه يتخابر مع جهات اجنبيه ممكن خما نوجهوا اتهامات كنتمناو بطبيعه الحال الرساله ديالك انها توصل للجهات المسؤوله تاخذ بعين الاعتبار الهضره ديالك بطبيعه الحال انت كتقول بان كاينه شكايه محطوطه امام انظار النيابه العامه كنتمناو ان ما يكونش تشويش على العمل ديال الجهات الامنيه والجهات القضائيه المكلفه بفتح التحقيق في هذا الملف وكنتمناو اننا نسمعوا الجديد في هذا الملف هذا. شكرا.